السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم مختار، عندي كيما الرعشة صغيرة في الكهرباء، كي تمشي بها بريمير دوزيام، يعني تمشي بها واحدة واحدة، أما السرعات الكبيرة تتنحى أوتوماتيكمو. به حبيت نوريك، حبيت نقول لك حاجة، كل عام نعمل انترتيان وحدي. باش نعمل بالضبط؟ نشوف نتفقد السفلية دي ونتفقد السفلية هذا، فهمتني؟ ومقطع مش مقطع، فما جرياس كان، يعني كان فما كعبة جرياس، يعني كان فما جرياس خارج البرة، نمشي ناخو كعبة سفلية ونحي، نعمل مونتاج دي مونتاج وسهل العملية. بارتي هذه تركب في البواطة مع الكروازيون نتاعها، والبارتي هذه باش تركب من ناحية العجلة، به هذه باش تركب من ناحية البواطة. حبيت نثبت كل ما شيء من جميع ما، باش نوريك انا يعني البارتي دروات قداش طول لازم الكاردون، والبارتي غوش في 205 بيجو 205 مازوت قداش طول. عملت فيريفيكاسيون وتبعت لونغور ولارجور نتاعو، نلقاها مصحاح. اما حاجه بركه مانيش فاهمها، حاجة بركة مانيش فاهم، عاود باش نوريها لك تو. باهي هذا الكاردون اللي بدلتو، هو عندي هنا في الدار قطايع، اللي هو الكاردون هذا جديد مخبيه في الدار انا، يعني ونصلح كان لقيت كاردون مكسر ولا حاجة من ناحية الكروازيون، نعمل اونتريتيان يعني وحدي في الدار، يعني تكلف لي اقل من اللي باش نشري كاردون. بدلت السفلية هذيك، والسفلية هذيا بتبيعها فيه نظيف وكل شيء. حليت لي كروازيون لي بي باش نتفقد من جميع اليمين. والحاجة اللي قلت لك عليها هي كونه كي نمشي بالبريمير والا الدوزيام بالكهرباء نحسها طبمبي. ريتك في فيديو نتاعك انت، حسيت باهتزاز طريف في الميغان، اش عملت انت؟ تبعت الكاردونات وكل شيء هذايا، تبعته وحليت، عملت ناحية العجلة من هنا وركبت كالة لهنا. انت باهي باش نوريك الكالة، لحظة بركة. باهي كي ركبت انت الكالة، باهي كي انت ركبت الكالة باهي لهنا، هذه مش بلاصتو نورمال تدخل تاع الفوزي. باهي كي انا باش نحط كالة لهنا، دونك كابتر المو باش تقعد تدور لي لهنا، فهمتني؟ على الكانولور هذي بون، كيفاش نعملها الكالة ولا شنو الحاجة اللي بالذات باش نعملها ولا اللي تنصحني بها باش نقدها؟ علاش؟ على خاطر ها باش نوريك، ها باش ندور العجلة ونوريك كيفاش الاهتزاز نتاع، حسيتو كاني انورمال. سامحني، حسيل هاني وريتك كيفاش. شنية الحكاية بالضبط باش نعملها باش ينقص الاهتزاز من الشيرة هذية، والشيرة الأخرى مريقلة ما فيها شيء، فهمتني؟ وربي يبارك لك ويرحم والديك. قبل ما يعني نتفلسف من راسي ونعمل حاجة
ونغلط. وربي يجازيك خير ويرحم والديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب ما شفت وسمعت هو يشكي من مشكل عنده حس في الكاردون أو في العكوز متاع السيارة جهة الكفر، جهة العجلة، جهة الدولاب. هو تفرج على فيديو عندي فيه مشكل بتاع قرقيرة في الكاردون وقت نمشي بالسيارة ونكسيلاري، وربط الأمور ببعضها على خاطر هو يعني ما دام هو يعني مش يعني صاحب صنعة، هو عنده فكرة يعني يخدم سيارته وحده ما شاء الله عليه، لكن ماهوش ما عندوش خبرة كبيرة في معرفة الأشياء كيفاش تكون. اولا المشكله اللي عندك انت عكس اللي عندي انا، انت عندك مشكله، انا عندي كان في السياره اللي وريتك عليها الفيديو هي زدتها كاله، انا كان فيها الكاردون اقصر قصير، فزدت الكاله هذيك باش انا دزيت الكاردون جهه العلب السرعه جهه البوات، كي نحط الكاله الكاردون باش وخر للبوات. انت تو لا، انت الكاردون نتاعك طويل ويدز في العجله، يدز في يعني انت الكاردون نتاعك طويل، انت اللي بدلته أطول من اللي كان فيها، أو عندك مشكلة. المهم أن عندك مشكلة متاع كاردون طويل مش العكس، هذا حسب ما فهمت وشفت. ويعني ما أنت ما وضحت ليش إذا كان أنت بدلت كاردون ولا لا، أنت توري فيها في الكاردون أساس أنك أنت عملت حاجات معينة. وبالنسبة لمفهومك للسنون متاع الكاردون كونهم هم عندهم دخل بالرولمون، لا، السنون تاع الكاردون راهم يدوروا على يدخلوا في وسط الميو هذا، شفتوا الميو هذا؟ يدخلوا في وسط الميو هذا، والميو هذا هو اللي يدور على الكاردون، يدور على الرولمون، هذا الميو هذا نسموه احنا ميو، هذا هو يدور، هو اللي يدخل في الرولمون ويدور على الميو، معناتها الكاردون كي يدخل هنا ما عندوش علاقة بالرولمون، ما عندوش علاقة بالرولمون تاع العجلة، ما عندوش علاقة بالرولمون تاع العجلة بكل، هو يعني الكاردون يدخل في وسط الميو هذا، مهمته فقط أنه هو يربط بين الميو وبين قلب السرعة بين البوات. ليش؟ لأن هذه يكون فيه سنون باش تدور العجلة، ومن جهة البوات يكون فيه سنون باش تدور البوات. هذا مفهومك للرولمون كان يدور الكاردون يدور على الرولمون؟ لا، ما يدورش على الرولمون الكاردون. شفت وقت نحو الميو من الفيزي يولي الرولمون يتشاف، لأن الميو هو اللي يغطي على الرولمون، والميو هو اللي يدخل فيه الكاردون، ما عندوش دخل في الكاردون، ما عندوش دخل في الرولمون. هاو نشوفوا هناك كيفاش هو في التورنير باش ينحي الكاردون من نص الرولمون. تو نزيد نحط لك الفيديو هذا نتاع تركيب الرولمون اللي هي نتاعو تحت الفيديو هذا باش تفهم الرولمون كيفاش يخدم وكيفاش يركب. هذا الميو، شفت الميو هذا هو اللي يدخل فيه الرولمون، يدخل في الرولمون، والكاردون اللي فيه سنون هذا الميو من داخل فيه سنون يدخل فيه الكاردون باش يدور العجله. ان شاء الله العاميه تكون فهمتها، واذا كان عندك اي استفسار اخر ابعث لنا. وفي كل الحالات انت يعني كل مره تبعث لي فيديو ما تعطينيش ايش عملت بالضبط، ماذا بينا ان نتعاونوا الناس كلها، اللي يعمل حاجه يبعث لنا فيديو باش نحطوها في القناه باش الناس تتعاون مع بعضها ويعني ونشوفوا التحليل صحيح ولا لا، ولا العملية صحيحة ولا لا. الكاردون ما حبش يخرج من المايو من مكانه، اضطرينا نحيناه كامل باش نهزوا التورنير من هزوا الخراط ينحي منه الكاردون، وبعد نحوا الرولمون، خاطر ضربنا ما فيش فايدة، ما حبش يخرج. ولهذا باش نحافظوا على الفلتاج هذايا ما نزيدوش نهكوه ولا حاجة، لازمنا نهزوه للخراط للتورنير ينزل عليه بالبريس باش يخرج واحد. هذه جعبه مدوره، جعبه مدوره صحيح، نحطه في وسط الكاردون اللي هو السيمياس او الحقول، هذه نتاع الجعبه اللي عملتها هكا، الجعبه اللي عملتها انت سنيني داخله خل هبطها من برا، وما راني تو عامل لك المكياج كل باش يخرج لك، كل باش يخرج في الفيديو اللي قلته كل ودي ليه يا ودي بقى يا عم مختار ليه. هاي شوف الخراط جاب جعبه مدوره هكا فارغه من الوسط هذه، وحطها حط في وسطها الكاردون هذه، وباش ينزل عليها من فوق وينزل كانه راكب في السياره تو.
هذه العملية انتهت الحمد مشكلة الحمد لله. وينزل شد من اللطة باش ما ينتهش. هكا ينزل عادي طبيعي. هذا ما يصير شيء. هذه توا باش نحولها الرولمون نتاعها. توا عندنا هنا الرولمون نحطوها في نفس الوحدة هذه. أكبر منها هي باش تعدل. باش تعدل واحد. باش تعدل الميو، لازم واحدة كبيرة. توا لازم قبل كل شيء تنحي الميو. هذاك. هو باش بعد تلقى الرولمون حاضر. هذيك هبط الميو هو توا. لازم نشوف حاجة أجود شوية باش تنزل معاه. هذه الميو هذاك هو دخلاني. شوف هذا أجود شوية باش الميو يهبط معاه. توا نحى الميو هو اللي هو هذا الميو نحى الميو. شوفوا هنا كالشيء الرمون هذه كرا سيارة ماشية 60,000. توا نحو السيركليبس نتاع الرمون باش هذا السكريبس الحين باش نحو الرولمون. الطريقة نحطوا حاجة تحت منها هكا مدورة وفوق ينزل عليها بحاجة أعرض من الأولى باش تنزل الرولمون كلها باش تعمل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.